أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الشيف تي في. مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة، وحنا كنتواجدوا في حي باب خوخة. نتمنى أخوتي أنكم تكونوا حاضرين معنا في هذا المباشر، حالة اجتماعية تستحق أنكم تساعدوها، حالة اجتماعية مهددة بالتشرد، حالة يعني ديال أم عندها خمسة ديال الوليدات يعني كتقاتل مع الزمان هي والزوج ديالها باش انهم على الاقل يوفروا لقمه العيش، خصوصا في هذا الزمن في زمن كورونا. كتقول قبل انا نخدم الزوج ديالي يخدم، يعني اللي جاب الله انا تنخدم في الديور، الزوج ديالي تيخدم مع المعلميه. الحمد لله غلبنا على الكره ديالنا على المصاريف اليوميه ديالنا، ولكن في زمن كورونا خوتي يا ربي نقدروا نجيبوا غير ما ناكلوا وما نشربوا. تجمع لهم عام ديال الكره مهددين بالتشرد، يا اما تخلصوا يا اما تخرجوا. كريا ب 600 درهم 12000 ريال في السطح، يعني الصراحه واحد الحراره دابا فاش كنصوروا اللي هما يعني انا غير هذه اللحظه هذه تغلبت بهذه الحراره مزموسه. الله يكون في العون ليها ولوليداتها اللي عايشين في هذا السطح وفي هذه الحراره. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يفاجئها عليهم وعلى جميع المسلمين. اذا نخليكم معنا، هي غادي تحكي لنا التفاصيل ديال الحياه ديالها وديال المعيشه ديالها وديال وليداتها وشنو متطلبات الحياه، واش كتقدر انها توفرها ام لا. هبطي اختي شويه الميكرو واحد شويه. عندنا مرحبا، شنو الاسم ديالك؟ بوخليدي امينه. امينه مرحبا امينه، تفضلي امينه احكي لنا شنو كتخدمي، شنو كتحتاجي، احكي لنا عرفينا على الحياه ديالك. انا كنخدم مع هاد العيالات وما فحاليش هم ولد الدار فيخرجني، وانا ما عنديش فين نمشي. دابا تكات عليا عام ديال الكرا وانا ساكنه فواحد الصطعاقة صغير، ملي كتجي الشتا كنتمحل، ملي كيجي الصيف كنتمحل. انا بغيت من المحسنين يعاونونا باش خلص الكرا، لان انا ما عنديش فين نمشي. انا وولادي قال لي خلصتي ولا خرجي، وانا ما عنديش فين نمشي. وما فحاليش كنخدم مع هاد العيالات، وما في هاد الوقت تاع كورونا ما كايناش خدمه، ملي ما كانش خدمه ما بقيتش كنخدم ما والو. الناس كي باش تدخلك تخدمي عندها ولات كتخاف تدخلك دوك على المرض وهادي. وانا ما بقيتش كنخدم، غير راجلي كيخدم مره ودابا كيخدم منافري. وفهاد الوقت هذا ملي جات كورونا لهنا بقينا ما بقيتش كنخدم بزاف. عندك دوري عندي هكا هكا صافي، لا يخليها غير يكون ما يجي هكا 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 الميكرو يميل شويه لجهتك ماشي بواقف مايل هكا. يوم ملي جات كورونا ما بقاوش الناس كيعيطوا عليا بزاف، ما بقاوش، بغيت كركر عليا الكرا. دابا ولات عندي عام ديال الكرا وانا ما عنديش فين نمشي انا وولادي، ما صدتش لبقيتش البعد. دابا الثمن البشكاريه ما كاينش. شحال البشكاريه؟ كاريه ب 12000. ودابا ولا عندي عام، ودابا انا العيات اللي غيعطيك باش تخدمي ما بقاوش يعيطوا عليك باش تخدمي. دابا مول الكرا كيقولك انا غير غندخل من الطاليان غندعيك ولا ندير خويا ليا محالي، انا ما عنديش فين نمشي يعني انا ولادي. صبر عام راه بزاف حتى هو الله يكون في العون. وي الله يحسن العوان، ولكن انا ما عنديش فين نمشي. الثمن البشكاريه ما لقيتش، كاين كرا 20 24 وانا ما فتاقتش نكري ب 20 24. انا 12000 وغلبتني. انا شي بغيت من حد، بغيت من الناس يعاونوني باش تخلص غير كي ما بقاش شاد هذا المحل. واخا دابا واش ماشي شي محل، راه نقول بحال لعب الراكات في السطح. نعم داك الشيء اللحظه دابا متتبعين يعني. راه نقول لها غير الراكات في السطح وصافي، وبغيت المحسنين يعاونوني. وقع عارف عندي خمسه الوليدات ما عنديش فين نديهم ونمشي. خمسه الوليدات ما عنديش فين نديهم ونمشي. الكبير فيهم ولا الكبيره فيهم شحال في عمرها؟ الكبيره فيهم عندها 16 عام. والصغير فيهم؟ والصغيره فيهم عندها عام و4 شهور. ملي كتمشي تخدمي شكون اللي كيشد لك وليدات؟ كنخليها مع اختها هذيك اللي عندها 16 عام هي اللي كتشدها ليا. يعني كلشي مكافح، كلشي معاون. كلشي معاون. هذاك الشيء اختي اللي كيعاون. ملي كنمشي نخدم دوك هاد الايام الخدمه قلالت، هو داك الشيء باش كركر عليا الكرا وما صدتش، والمصاريف كثرات وما صدتش اختي باش ندير. يعني دابا همك الواحد كتقولي فين غندي ولادي؟ هذاك الشيء اللي ما عنديش فين نديهم لان ما كاينش البديل. دابا انا بالثمن البشكاريه ما لقيتش. دابا انا هو مثلا مول الكرا شنو قال لك؟ اما خلصي اما خلصي اما خوي ليا. ملي قلت لي راه ما عندي خويتي يسمح لك في الكرا؟ لا قال لك ما نسمحش لك، قال لك ما بغيتش نديك فيها دعوه للمحكمه، تعطيني فلوسي وتخوي ليا محل. وانا ما عنديش فين نمشي، انا عندي خمسه الوليدات فين غنديهم؟ والثمن باش كاريه ما كاينش. ملي كنمشي قلبي كاين 24 28 وانا ما افتقتيش.
انا كنخدم مع العيال كتخدمي عاد ما كتعطي كتضوي مع تما كتعطي شهاده لا غلات ما كتعطيك 2000 ريال هادي لا الا 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 برعاتك، برعاتك، الا برعاتك تعطيك 100 درهم. وشحال تقريبا دابا مثلا نقولوا في زمن كورونا يعني في الوقت ديال اللي كان فيها الحجر يعني هذيك راه صافي ما كتخدميش، لا ما كاينش والو، ملي تحركت دابا شويه شحال تقريبا تخدمي بمره في السيمانه كاع، لا خدمت نخدم مره في السيمانه ولا ما كايناش وقليله كاع. دابا ولا جبتي تجيبي مثلا ديك 100 درهم ما عندها ما دير. ما ديك يلا فوا كتجيبي من الدرب كتدخلي من الباب كتسيبي شحال من حاجه خاصه، ما كتصبحكش الصباح هذيك 100 درهم ما كتقدكش هادشي. وكل ما كنا كتبعد الخدمه محركه ماشي بحال مشكل. دابا قلتي عاد جيت سيقتي شي دروج اه سيقت واحد الدرج لواحد المراه يلا جيت، يعني الا سيقتي دروج شحال تقدري جي تسوي؟ دابا سيقت المراه عطاتني 600 وجيت، سيقت لها الدروج عطاتني 600 وجيت، 600 هاتي اليوم الحد ما كاينش راك عارفه 600 اش يوم غدير الحد لك، راه السوق في خريب خاصك تقداي، خاصك تقداي. واش 600 اش غدير لك؟ 600 غتقدي تجيب لك خضره غتجيب لك، والمعيشه غلات كلشي غلا. يعني حتى كاع ملي كتخدمي كتفكري بعدا توكلي ولادك، هذاك الشيء اللي يعني كان واش تخلصي كاع اه ما ما كاينش. كاينش، خاصك دابا باش توكلي غير الوليدات باش ما يخرجوش الزرقاء يمدوا يديهم لعباد الله، اللهم تيتشبعيهم باش ما يخرجوش مزال. كتقولي مول الكرا يدير، ولكن مول الكرا ما رحمنيش، تو قالك لا خلصي خلصي لي ديك خلصي لي ديك كرايه وعام راه الله يكون وعامل في الله العون. يحسن ويه. ولكن ما كرهش انا كل صوت البديل، ولكن هاتي الشبع واخا شحال هادي وانتي ساكنه هنايا ساكنه من 2011 كتخلصي ديما كره ديما كنخلص كرايه، ملي جات كورونا لهنا ما بقيتش كنخلص. جمعان؟ اه جمعان اه نعم اختي شنو المهم بالنسبه للمصروف واكلين شاربين على قدكم. على قدنا على قد الحال وصافي. انتي دابا الطلب ديالك شنو هو؟ الطلب ديالي انا بغيت شحال واحد يعاونوني غير نخلص الكرا باش نبقى ساكنه في هذا المحل، انا ما بغيتش ما حقاش ما لقيت الثمن باش كاري، وغير بغيت نبقى نخلص دائما، ما بغيتش نفرط في هذا المحل لان الكرا غالي عليا. واخا زعما هاد المحل يعني واخا صراحة صعيب والبنات راه بريرك ولكن ما عنديش اختي حقاش. علاش؟ لان اللي بغا شي محل مزيان غالي، كاين عاد 28 30، انا ما مفتقتيش 28 و30 اللي كنتي كتخدمي على الماء كتعطيك غير 2000 2000 غتخلص لك 28 كرا، ما غاداش تخلصها لك، ما غاداش تعاونك على المصروف. انا بغيت هي عاونو هاك دابا تشوفوا السطح كي داير وتحكموا بنفسكم باش تعرفوا انا ما كنكذبش. نعم راه حنا شايفين كلشي وغادي بس نوري للمتتبعين اكيد. اه ما كان هاتي تشوفي بعينك وتشوفي لا حاشاك لا طواليط مقاده لا كلشي، وانا لا اله الا الله ولكن وصافي. رغم ذلك كتقول لي يا ربي غير نبقى فيه نبقى ساكنه فيه انا بعدا مستوره انت مس اه ووليداتك. مستوره انا وليداتي فيه، لان هادشي اللي عطاني الله بغيت نخلص هذا الموحل ونبقى فيه. يعني الطلب ديالك انت الوحيد هو بغيتي اللي يخلص لك غير الكره. اه تعاونوا معايا على اللي كنخلصوا ونبقى في هذا الموحلات، لان ما عنديش ما افتقتيش محل غالي، محل غالي ما نقدش عليه اختي ما حافظتش النمره التليفون ياك؟ ديالي لا ماشي ديال اللي عطيتيني ديال بنتك، ها هي انا فاش نقولها لك ديري قوليها 06 صفر واحد لا عاودي معايا صفر الكلمه ستة صفر واحد 88 88 19 19 00 صفر صفر هذا رقم الهاتف فيه اه الواتساب في الواتساب خدام دابا، اه خدام. حتى اللي بغى يتعاون معاك ان شاء الله يعني ماشي شي حاجه كثيره ان الله شاء يخلف الله. عليكم اختي ويكثر خيركم. نعم اش قولي لخوتك نقول المغاربه اللي راهم تيسمعوا والله انا بغيتهم ربي يعاونوني يشوفك على عليك. الكرة، انا بغيتهم يعاونوني على الكرة، انا ما طالبه حتى شي حاجه صعيبه باش هاي يعاونوني على الكرة نبقى شاده هذا الموحل. واخا يعاون هذا اختك الموحل ووليداتك اه واخا هذا الموحل ماشي على قد الحال، ولكن بغيت نبقى ساكنه فيه انا ووليداتي، لان ما فتقتش نكري محل غالي ومحل داير هادشي اللي كاين. خليك عطيني غير الميكرو لان كما قلتي خصنا نوريو خلي الكمامه ديالك قلتي اننا نوريو للمتتبعين. اذا خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي تشوفوا السكن ديالها وفين ساكنه، وكتقول لكم حمد الله وشكره عاونوني غير نخلص كره ونبقى فيه ما تشردش انا وليداتي. اذا خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي باش تعرفوا يعني السكن كيفاش داير. لاحظتوا معنا انا راه غير القصدير غير داروا هاد الكونتر بلاك هنايا باش درتي على حساب السهل، درتي على حساب الصاد. على حساب السهل نعم هو السكن مشاهدي قناه شوف تي في، طلبوا الله سبحانه وتعالى يفاجئها لهم يا رب يا رب. يلا خوتي يلا يلا بارطاجيو، ام خمسه د الوليدات ما نبغيوش نشوفوهم في الزنقه، ما نبغيوش نشوفوهم في الزنقه خوتي. ها انتم الكوزينه كيفاش دايره،
فعلا راه حنا كنقلوا لكم الواقع بالصوت والصوره، ما كاين لا كذوب لا حتى شي حاجه. داكشي اللي كنشوف امامي كنقلوا لكم. هالرضاعه مسكينه ديال البنيه اللي عندها عام وشحال، عام وشهرين، يعني الكوزينه شفتوا خوتي هي طيب يعني في الغبره وفي هاد الحاله. لاحظوا معايا يعني الكوزينه دارت لها غير باش في السطح، غير الباش باش غطاتها، انا طلبات باش تشوفوا الواقع باش تعرفوها انها صادقه في كل كلمه قالتها، يعني غير برارك في السطح ب 600 درهم. سد اختي هانتو، يعني حتى الفراش ما كاينش، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، ما طلبات فراش، ما طلبات حتى شي حاجه اخرى، من غير قالت لكم تعاونوها تبقى مستوره، تبقى مستوره يا وليدات. شوفوا القصد دابا هادشي باش هز، هادشي باش هز ملي كتشوف الشتا كيقطر عليا هنايا. يعني حتى الفراش كنشوفو عندك فراش ما مكي، وما طلبتي لا فراش لا والو، قلتي بغيتي غير الكرا. واش انا خلاص عاد الكرا ونبقى جامعة وليداتي. الله يستركم دنيا واخره خوتي، تعاونوا تعاونوا تعاونوا، ما تبخلوش ما تبخلوش، لان والله الا فعلا حاله كتستحق المساعده. حاشاكم الطواليط، ها هي طواليط. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نتمنى نتمنى تعاونوا مشاهدي قناه شوف تي في، حاله تستحق فعلا اننا نتعاونوا معها. بارطاجيو الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هذا المباشر نقدوها. واخا انا نحيد التليفون غنعاود نيت رقم الهاتف ديالك. حاولوا خوتي انكم تعاونوا معها في سبيل الله، 600 درهم للشهر، قدرتي تخلص الشهر خلصوا، قدرتي تعاون باللي قسم الله اي حاجه. فرقم الهاتف غادي نعاود ندير تذكير. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لعندها العيل المكان كتسكن، هذا باب خوخه، زنقة ربيعة العدوية رقم الدار 20، زنقة ربيعة العدوية رقم الدار 20، ولكن في السطح، ولكن معروف باب خوخه، باب خوخه خوتي. اذا ندير لكم تذكير بالنسبه لرقم الهاتف، ناخذ التليفون. رقم الهاتف 06 01 88 19 00. يلا خوتي تخلعتي على التليفون طاح، لا هانيه هانيه ماشي مشكل. اذا الله يسهل عليكم تعاونوا، الله يسهل عليكم امين. هاك اختي قولي اليوم انت هضري مع خوتك. شكرا اختي، الله يسهل عليكم ويعطيكم العافيه في خاطركم. انا ما طالبه والو، طالبه على اللي يعاونوني في الكره. انا ما بغيت لا فراش لا والو، انا بغيت غير نعاوني في الكره، نبقى مجموعه انا ووليداتي ان شاء الله تخدمي ان شاء الله. يعني ونتا العيالات اللي بغاوني نشقى ليهم ونخدم عندهم، انا كنخدم عند العيالات، هذه هي النمره ديالي اللي بغاني عيط ليا فيها. يعني باغيه تخدم، باغا نخدم غير ما كتلقايش. اي ما كنلقاش يعني تديري ميناج؟ كندير، كنصبر كندير كل شيء. الله يرزق لك صحيح. امين اختي، امين امين الله يحفظك. سمعتوا خوتي، يعني راه باغيه تخدم، اللي بغاها تخمل ليه تصبر ليه يعيط ليها، وندعوا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يرزق ليها صحيحتها ويعاونها على وليداتها ويحفظ ليها وليداتها والزوج ديالها، والله يسرهم. يعني باغيين الستر يبقاو مستورين، ما يتشردوش ما يتلاحوش للشارع، عاونوهم يخلصوا كراهم. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.